أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين محمد بن عبد الله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى، وبعد أن تحدثنا في تفاصيل اليوم الآخر وبدأنا بالحياة البرزخية وما يكون فيها من فتنة القبر وسؤال الملكين وعذاب القبر ونعيمه، وأقمنا الأدلة على ذلك، نأتي لنتحدث في أسباب عذاب القبر. فعذاب القبر يحصل للإنسان بسبب معاصي يرتكبها هذا الإنسان في حياته. من هذه المعاصي، واحد، عدم الاستتار من البول والمشي بالنميمة. عدم الاستتار من البول والمشي بالنميمة معصيتان بسببهما يكون لصاحبهما عذاب في قبره. ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج الإمام البخاري والإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال النبي: إنهما لا يعذبان. هذا تأكيد من النبي، إنهما لا يعذبان. ثم قال: وما يعذبان في كبير. الأمر الذي يعذبان من أجله ليس من الكبائر. ثم قال النبي: أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. نعم، هذا الحديث فيه يعني من العظات والمفاهيم الطيبة التي لنا والتربوية التي لنا أن نتعلمها ونعلمها أبناءنا. إذن المعصيتان هما عدم الاستتار من البول والمشي بالنميمة. عدم الاستتار من البول، جاء في هذه الرواية: فكان لا يستتر من البول، وفي رواية أخرى: كان لا يستنزه من البول، وفي ثالثة: كان لا يستبرئ من البول. لنبقى مع هذه الآية: كان لا يستتر من البول. لا يستتر بمعنى يبول أمام الناس، فيراه المارة صغارا وكبارا، رجالا ونساء، فيكون قدوة للصغار، لأنه بحسب ما يرون هذا الكبير إن كان يفعل هذه الفعلة يبول أمام الناس فهو قدوة لهم أن يفعلوا ويقتدوا به ويتأسوا به. كان لا يستتر من البول، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم من هديه كان كما حدث عنه الصحابة الكرام: إذا أراد الخلاء يمشي بعيدا حتى يختفي عن الأنظار وراء الكثبان الرملية فيقضي حاجته صلى الله عليه وسلم. اليوم وبفضل الله تبارك وتعالى من الله علينا بالأبنية والجدران والأبواب والسحابات وما إلى ذلك، فللإنسان أن يقضي حاجته بكل أريحية دون أن يراه أحد، دون أن يراه أحد، ودون أن يكلف نفسه المشي البعيد مسافات طويلة. فليس لأحد عذرا في أن يبول أمام الناس بحجة أنه يعني محتاج لقضاء حاجته الآن. فالحمامات موجودة والجدران موجودة والأبواب موجودة، وهذا من الآداب التي يجب أن نعلمها لأبنائنا لصغارنا ذكورا كانوا أو إناثا، أن نستتر من البول، أن نغلق على أنفسنا، أن نغلق على أنفسنا حتى لا يرانا أحد. إذن فكان لا يستتر من البول. في الرواية الثانية والثالثة كان لا يستبرئ، وفي الثالثة لا يستنزه من البول. الاستنزاه والاستبراء بمعنى واحد، بمعنى التخلص والتبرؤ من البول. بمعنى كان لا يستنزه بمعنى لا ينتظر حتى يتأكد من انقطاع البول من النزول، فيترتب على ذلك نزول قطرات من البول في ثيابه تنجس ثيابه وبالتالي تبطل صلاته، لأنه شرط من شروط صحة الصلاة معروف، الشروط الخمسة: طهارة الثياب وطهارة المكان. إذن
هذا أمر لا بد منه، ترتب عليه أمر آخر، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كان واجبا عليه أن يتحرز ويتصبر حتى يتأكد من انقطاع نزول البول، حتى لا ينزل البول في ثيابه، ثم بعد ذلك يتوضأ ويمضي إلى صلاته. أما أن يدخل الحمام ويستعجل لكان لا يستنزه من البول، لا يستبرئ من البول، بسبب هذه المعصية الإنسان يعذب في قبره، سواء على رواية لا يستتر عدم الاستتار، أو لا يستبرئ ولا يستنزه بمعنى عدم التبرؤ والتخلص والتأكد من نزول البول. على أحدهما، على كليهما، على أي واحدة منهما الإنسان يعذب في قبره. وأما الآخر، المعصية الثانية، فكان يمشي بالنميمة، كان يمشي بالنميمة. لاحظ كلمة يمشي، فعل مضارع مستمر، فعل مضارع، يمشي بالنميمة. والنميمة هي نقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد، على سبيل الإفساد. وهذه التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، هذه النميمة نقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد، يعني الحالقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام، بمعنى إيه؟ ينقل الناس، ينقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد. فهذه أيضا من الكبائر، من الكبائر التي يجب أن يتحرز منها الإنسان ويحترس ويبتعد عن الوقوع فيها. قال الإمام النووي: وأما النميمة فحقيقتها نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد، يعني على سبيل الإفساد. وأما قول النبي لا يستتر من بوله، معناه لا يجتنبه ويتحرز منه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وما يعذبان في كبير، فقد ذكر العلماء فيه تأويلين. أما أحدهما أنه ليس بكبير في زعمهما، من يرتكب هذه المعاصي يحسب أنها ليست من الكبائر، وماذا في ذلك؟ هكذا يبرر فعلته، وماذا في ذلك؟ أنا مضطر لأن أبول أمام الناس، أبول على نفسي، أنا مضطر أن أبول على، فهو في نظره فعلته ليست من الكبائر، ليس بكبير في زعمهما. ثم الذي ينم، أنا ما الذي فعلته؟ فقط نحن نتسلى، نحن نتسلى، أو أنا بعمل مقلب في فلان. هذه الأفعال التي توغر الصدور وتحدث الحقد والحسد والحزن بين قلوب المتحابين، نقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد، هذه النميمة هي من الكبائر، وعدها العلماء من الكبائر. كل علماء الإسلام الذين كتبوا في هذا الموضوع عدوا النميمة من الكبائر. الأمر الثاني أنه ليس بكبير تركه عليهما، يعني ليس صعبا، ليس عسيرا، ليس معجزا على صاحب هذا الفعل أن يترك هذا الأمر. فالذي يبول أمام الناس ليس صعبا عليه أن يفتش عن مكان يستتر فيه فيبول فيه، ليس صعبا عليه أن يبقى شيء من الوقت اليسير ليقضي حاجته بعد ذلك وليتأكد من انقطاع نزول البول، ليس صعبا عليه أن يترك النميمة التي هي كبيرة من الكبائر والتي تحدث الحزن بين الأحباب والأصحاب والأقارب والمعارف. إذن فسبب كونهما كبيرين أن عدم التنزه من البول كما قلنا يلزم منه بطلان الصلاة، فتركه كبيرة ولا شك، ترك التنزه والاستبراء من البول يلزم منه بطلان الصلاة. والمشي بالنميمة والسعي بالفساد من أقبح القبائح، لا سيما كما قلت مع الإشارة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال كان يمشي بالنميمة، كان التي للحالة المستمرة غالبا، يعني هو مع سبق الإصرار والترصد يمشي يسعى لها سعيا ليحدث هذا الحزن
وهذه الفرقة وهذا الخلاف بين الأحباب والأصحاب. إذن هذه كبائر، هذه معاصي، من فعلها استحق العذاب في قبره. معصية أخرى، عذاب الميت بما نيح عليه، عذاب الميت بما نيح عليه. فالميت يعذب بنواحي أهله عليه. والنقطة الثالثة شبيهة بها، عذاب الميت ببعض أقوال أهله فيه، ببعض أقوال أهله فيه. ففي الحديث الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. في الحديث عن النبي، ما من ميت يموت فيقوم باكيه واجبلاه وسيداه إلا وكل به ملكان يلهزانه، يلهزانه، يقولان له أهكذا كنت؟ أنت كنت سيد إلهم، كنت جبل لأهلك، كنت رازقا لهم، كنت سندا لهم، هكذا يلهزانه، بمعنى يعاتبانه، يوجهان له السؤال والتبكيت، والتبكيت. فهذه معصية. ماذا، كيف يتخلص الإنسان من هذا الأمر؟ عليه أن يوصي، أن يوصي أهله، أن يوصي أهله بماذا يفعلون إذا مات، ألا ينوح عليه، ألا يعددوا، ألا يلطموا الخدود، وألا يشق الجيوب، وألا يقولوا ما يغضب المولى تبارك وتعالى، فليحتسبوا وليصبروا وليتجلدوا. فهذا قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم، لما مات ابنه إبراهيم قال والله إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا، لا نقول إلا ما يرضي ربنا. فهذا هو قدوتنا عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن نوصي أهلنا، ذوينا، أبناءنا، أحباءنا، من بقي خلفنا، أن يفعلوا مثل هذا الفعل، أن يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمن معتقدات أهل السنة والجماعة، كما أن الجنة حق والنار حق، أيضا قالوا والموت حق. الموت حق، الموت حق، ونحن نراه. ولو كتب الخلود لأحد لكتب لحبيب الرحمن عليه الصلاة والسلام، لكتب للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل فيه إنك ميت وإنهم ميتون. من الذنوب والمعاصي أيضا التي يعذب الإنسان من أجلها الكذب وهجر القرآن والزنا والربا، والزنا والربا. ونجد هذه المعاصي في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يرويه الإمام البخاري. يقول سمرة بن جندب، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. كل ما يصلي صلاة، لا سيما لعله صلاة الفجر، يستدير هكذا، يتوجه بوجهه للصحابة الكرام فيسألهم، من رأى منكم الليل رؤيا؟ قال فإن رأى أحد قصها، فيؤولها النبي صلى الله عليه وسلم، يفسرها لهم، فيقول ما شاء الله. ففي يوم من الأيام سألنا يوما فقال، هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا لا. قال لكني رأيت الليلة، هو النبي عليه الصلاة والسلام نفسه رأى رؤيا، قال رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس. هنا مشاهد يجب أن نتخيلها، يرسمها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رجل، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب، واحد جالس والآخر واقف وبيده كلوب، هو الكلاب الذي تعلق به اللحم، أي نعم، عند الجزارين. ورجل قائم بيده كلوب من حديد، يدخل ذلك الكلوب في شدقه، في فمه يعني، حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك، ويلتئم، بمعنى يبرأ، يلتئم شدقه هذا، فيعود فيصنع مثله، فيصنع مثله. يعني الرجل الواقف يمسك بالكلوب فيدخله في فم
الرجل الجالس فينتزعه هكذا ثم يخرجه ثم يدخله مرة ثانية وهكذا. قلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه، رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم بفهر، بفهر يعني بحجر أو صخرة، فيشدخ بها رأسه، يشدخ يعني إيه؟ يضرب فيكسر رأسه، فيشدخ بها رأسه، فإذا ضربه تدهده، إذا ضربه بالحجر الحجر يتدحرج، فانطلق إليه ليأخذه، يروح يأتي بالحجر مرة ثانية، فلا يرجع إليه حتى يلتئم رأسه، وعاد رأسه كما هو، فعاد إليه فضربه مرة أخرى. قلت من هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا إلى ثقب، مشهد ثالث، مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته نار، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا. لحظة، قدر كبير، من أعلى ضيق ومن أسفل متسع واسع، وفيه أناس، هؤلاء كلما أرادوا أن يخرجوا، كلما أرادوا أن يخرجوا يعني يعودوا إلى إيه؟ إلى الأسفل، لا يتمكنوا من ذلك، فإذا خمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عراة. فقلت من هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، المشهد الرابع، فيه رجل قائم على وسط النهر، رجل واقف هناك في وسط النهر، ورجل على شاطئ النهر، على شاطئ النهر بيده، بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، اللي في وسط النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فمه، فرده حيث كان، كل ما هو عاوز يطلع بيعطيه حجر كده فبيه فيدخل في فمه، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. هذا المشهد الرابع، مشاهد أخرى كثيرة. فقلت من هذا؟ هذه النقط تدل على أنه في مشاهد أخرى يعني لسنا بحاجة إليها الآن. قلت في النهاية، النبي صلى الله عليه وسلم يحدث، طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت، أخبراني عما رأيت. قال نعم، أما الذي رأيته، المشهد الأول، أما الذي رأيته يشق شدقه، يشق شدقه، فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق. هذا هؤلاء هم صانعو أو صناع الإشاعات، يكذبوا على المؤمنين، يكون الواحد منهم جالس في مجلس أو راكب في سيارة فيتحدث بأمر ليس له أصل، هو مبتدع له، سمعت يقولون كذا وكذا وكذا، لم يقل أحد، والقصة ليس لها أصل مطلقا، فيسمع الناس هذه القصة أو هذا الكلام أو هذه الفرية أو هذه الإشاعة فيتناقلونها، يكذب بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة. وهنا الشاهد، فيصنع به إلى يوم القيامة، أين؟ هذا هو عذاب القبر، فيصنع به إلى يوم القيامة مثل هذا العذاب. أما من كانوا في المشهد الثاني، والذي رأيته يشدخ رأسه، من هذا؟ رجل علمه الله القرآن، علمه الله القرآن، كان من قبل هداه الله تبارك وتعالى وأقبل على كتاب الله فحفظه وعمل به، ثم بدأ شيئا فشيئا يترك هذا القرآن، فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، بمعنى بدأ ينحرف شيئا فشيئا، يبتعد عن دين الله. عذابه من هجر القرآن يفعل به إلى يوم القيامة، رجل يقف على رأسه بحجر ويشدخه في رأسه إلى يوم القيامة.
المشهد الثالث، والذي رأيته في الثقب فهم الزناة، عقوبتهم كما رأينا في قدر من أعلى ضيق ومن أسفل متسع، كلما أرادوا أن يخرجوا فيه منه لا يتمكنون من الخروج منه. والذي رأيته في النهر آكلوا الربا، آكلوا الربا، يقف الواحد منهم في نهر من دم ويقف رجل آخر بجانب النهر، كلما أراد هذا الذي في وسط النهر آكل الربا أن يخرج من هذا النهر الذي من دم، يلقمه الرجل الذي بجانب النهر حجرا في فمه فيعود كما كان يفعل به إلى يوم القيامة، يفعل به إلى يوم القيامة. إذن هذه بعض المعاصي التي يعذب الإنسان في قبره بسببها، يعذب الإنسان في قبره بسببها. وبعد هذا، بعد هذا العرض لهذه المعاصي، لنا أن نذكر بعض الأسباب المنجية من عذاب القبر. فبالتأكيد كما أن هذه المعاصي تسبب لصاحبها عذاب القبر، فهناك طاعات وعبادات لو فعلها الإنسان وتحراها وحرص عليها بالتأكيد ينجو فاعلها من عذاب القبر. من هذه العبادات الاستعاذة بالله من عذاب القبر، الاستعاذة بالله، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من ذلك في صلاته وفي غير الصلاة، وكان يأمر أصحابه بذلك. فقد أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو بعد التشهد وقبل التسليم، أن نقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذا دعاء لابد وأن نداوم عليه، فهذا من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. عبادة أخرى: الذي يداوم على قراءة سورة تبارك، فهذه المنجية من عذاب القبر. هذه السورة قراءتها والمداومة عليها، المداومة عليها تنجي صاحبها من عذاب القبر. فقد أخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خباءه على قبر، يعني أراد أن ينام، ف يعني هنا يعني رأى أنه من المناسب أن يبيت هنا في هذا المكان، وهو لا يحسب أنه قبر، هو ما بيعرف، لا يعرف أن هنا هناك إنسان مقبور في هذا المكان. فإذا فيه إنسان، لما مات، لما نام الرجل طوال الليل، فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الذي، تبارك الذي بيده الملك، حتى ختمها طول الليل، وهو سامع بجواره رجل يقرأ سورة تبارك. فاستغرب الرجل، في الصباح أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر، فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها. فقال صلى الله عليه وسلم، هنا الشاهد: هي المانعة، هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر. فمن داوم على قراءة سورة تبارك نجا بحول الله وقوته من عذاب القبر. أيضا من الطاعات والعبادات والأمور المنجية من عذاب القبر الشهادة في سبيل الله، الشهادة في سبيل الله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له من أول دفعة، أول دفع الدم تخرج من جسده تغفر ذنوبه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، وهنا الشاهد: ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوت منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. أيضا من الطاعات الرباط في سبيل الله، الرباط في سبيل الله تبارك وتعالى. فالمرابط
ينجو من عذاب القبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر، ويأمن من فتنة القبر. أيضا الذي يموت يوم الجمعة، فالذي يموت يوم الجمعة كما أخبر النبي أيضا ينجو من عذاب القبر، لقول النبي: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. طبعا الإنسان لا يموت باختياره ولا يحدد الوقت الذي يموت فيه، لكن هذه من البشائر، هذه من البشائر الذي يقيد الله تبارك وتعالى ويكتب أن يموت في هذه الأوقات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، هذه من الفأل الحسن التي يعني يتوقع بمشيئة الله تبارك وتعالى أن يكون مآل هذا الإنسان ينجو من عذاب القبر، أن ينجو من عذاب القبر، ولكن بشرط أن يكون ملتزما طريق الصراط المستقيم، طريق الإسلام، عاملا بهدي الإسلام، عاملا بالشريعة وعاملا ومعتنقا يعني أركان الإسلام وأركان الإيمان الستة كما هو معلوم. فبعض الكافرين يموتوا في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، لكن لا ينفعهم مثل هذا الأمر. الأمر السادس والذي أيضا ينجو صاحبه من عذاب القبر: الذي يموت بداء البطن، الذي يموت بداء البطن بمرض باطني، فهذا الذي يموت بمرض البطن أيضا ينجو من عذاب القبر، بل عده النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا، قال صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم. النبي يسأل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم: من هو الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. هذا هو الأقرب، هذا هو الفهم القريب، هذا هو الفهم القريب. الذي يموت في ساحة المعركة في مواجهة مع الأعداء هو الشهيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شهداء أمتي إذن لقليل. بحسب كلامكم هذا يكون الشهداء مالهم قلة. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال وعدد النبي الشهداء. فالشهادة في الإسلام على مراتب: الحريق شهيد، والغريق شهيد، ومن قتل في سبيل الله شهيد، ومن قتل مبطونا شهيد أيضا. فعدد النبي قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد. من مات في البطن، من مات بسبب وجع، ألم، مرض في البطن فهو شهيد. قال الإمام النووي عليه رحمة الله وهو يشرح صحيح مسلم: وأما المبطون فهو صاحب داء البطن وهو الإسهال. هكذا، هذا تفسير لكلمة المبطون، من أصيب بالإسهال. وقيل قول آخر، قيل هو الذي به الاستسقاء وانتفاخ البطن، وقيل هو الذي تشتكي بطنه، وقيل هو الذي يموت بداء بطنه مطلقا. فكلمة ومن مات في البطن فهو شهيد اليوم تسمى عندنا الأمراض الباطنية، والأمراض الباطنية كثيرة، أسأل الله أن يعافينا ويعافي المسلمين جميعا منها. منها المرض الذي استشرى واستفحل في الأمة الإسلامية وفي غيرها من الأمم، السرطان، نسأل الله أن يعافينا وإياكنا جميعا من هذا المرض العضال، السرطان وما أكثر انتشاره في الأمة، والفشل الكلوي والقولون وغيرها من الأمراض الباطنية الصدرية والذبحة والربو وما إلى ذلك، هذه أمراض باطنية. قال العلماء: وإنما كانت هذه الموتات شهادة بتفضل الله تعالى بسبب شدتها وكثرة ألمها، فإن صبر صاحبها واحتسب
ولم يشكو الخالق للمخلوق، ولم يشكو الخالق للمخلوق، لم يشكو هذا المريض مرضه للمخلوقين، واحتسب الأجر على الله تبارك وتعالى وصبر ورضي بهذا القضاء، بقضاء الله وقدره عليه، فهو شهيد عند الله تبارك وتعالى. ننتقل إلى عنوان آخر، أنواع عذاب القبر ونعيمه. أنواع العذاب الواقع على أهل القبور كثيرة يا أخواتي. واحد منها تضييق القبر على الميت، فما من ميت إلا ويضيق عليه في قبره، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من ما من أحد صالحا كان أو طالحا ينجو من ضغطة القبر إلا ويضيق عليه في قبره. فقد ذكر النبي أن سعد بن معاذ الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة أنه ضم ضمة ثم فرج عنه، فما بالك بالآخرين من الناس. فما من أحد إلا ويضيق عليه في قبره، يضيق عليه بكيفية لا ندريها، فلا حجة لمن قال نفتح القبر فلا نجد فيه لا اتساع ولا ضيق. وقد رددنا على هذه الشبهة سابقا، فهذا أمر يشعر به الميت لا يشعر به الأحياء، فتلك حياة لها كيفيتها وحيثياتها، ليست كالحياة الدنيا البتة. أيضا من ألوان العذاب الضرب بمطارق من حديد، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الكافر والمنافق عندما يخفق في الإجابة على أسئلة الملائكة، من ربك ما دينك ما الرجل الذي بعث فيكم، فيقول ها إن ها لا أدري، ها إن ها لا أدري، ها إن ها لا أدري، فيقال له، تقول له الملائكة لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين، غير الإنس والجن. أيضا من ألوان العذاب يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، يعذب في الغداة والعشي. أين قال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة، هذا مقعدك. طبعا الكافر والعياذ بالله والمنافق يحزن حزنا شديدا، يرى مقعده من الجنة ويرى مقعده من النار. هو فقد مقعده في الجنة بسبب معاصيه وما ارتكب من ذنوب في الحياة الدنيا، ويعني يعرض عليه مقعده من النار، فيعلم علم اليقين أن هذا المقعد سيخلد فيه، سيخلد فيه ويهان فيه إلى ما لا نهاية. أما ألوان النعيم، أنواع النعيم التي يمكن أن نتحدث فيها من خلال النصوص، الأمر الأول يفسح له في قبره، الكافر يضيق عليه في قبره، أما المؤمن فيفسح له في قبره. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا أجاب على أسئلة الملكين، من ربك ما دينك ما الرجل الذي بعث فيكم، فيجيب عليها بطلاقة وفصاحة، تقول له الملائكة قد كنا نعلم أنك تقول هذا، كنا نعلم أنك تقول هذا، ثم يكون له من النعيم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقال له نم، فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم، فيقولان نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. أيضا من أنواع النعيم التي للمؤمنين يفتح له بابا من الجنة، يفتح له بابا من الجنة. جاء في الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة.
قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفتح له فيها مد بصره، أيضا يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فيفرح فرحا شديدا بأنه نجا من مقعده من النار، ويفرح فرحا شديدا عندما يعلم أنه سيخلد في هذا المقعد من الجنة، يفرح فرحا شديدا. فأهل الجنة المؤمنون يزيدون فرحا. المؤمن عندما يرى مقعده من الجنة يقول رب عجل بقيام الساعة، الكافر عندما يرى مقعده من النار يقول رب لا تقم الساعة، لأنه إذا كان هذا هو البداية فما بالك بما سيكون بعد ذلك. ولنا أن نتساءل بعد ذلك في نهاية المطاف في الحديث في الحياة البرزخية، يا ترى عذاب القبر دائم أم منقطع؟ دائم أم منقطع؟ أجاب على هذا السؤال ابن قيم الجوزية، ابن القيم عليه رحمة الله، أجاب قال هما نوعان، عذاب القبر نوعان، دائم، نوع دائم يدل على دوامه، هو دائم إلى قيام الساعة، يدل على دوامه قول الله تبارك وتعالى النار يعرضون عليها غدوة وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا يعني ما أخبر به الله تبارك وتعالى عن آل فرعون أنهم يعرضون على النار غدوا وعشية. وقبل قليل في رواية البخاري في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يفعل به إلى يوم القيامة، يفعل به ذلك إلى يوم القيامة، يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. فهذا نوع من العذاب دائم يبقى حتى تقوم الساعة، حتى يخرج هذا الميت من قبره، هذا الكافر من قبره ليحاسب أمام الله تبارك وتعالى على معاصيه. أما النوع الثاني فهو منقطع، يعني يبقى إلى مدة ثم ينقطع، يبقى هذا العذاب إلى مدة ثم ينقطع، وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه. عصاة المؤمنين الذين خلطوا عملا صالحا بآخر سيئا، هؤلاء يعذبون بحسب جرمهم ثم يخفف عنهم كما يعذب في النار مدة في الآخرة ثم يزول عنه العذاب، أيضا في القبر يعذب ثم يزول عنه العذاب. وقد ينقطع عنه العذاب بدعائنا لآبائنا وأمهاتنا لأمواتنا بالدعاء أو صدقة يتصدق بها المرء في حياته عن أمه عن أبيه، يبني مسجد، يطعم جائع، يتصدق ببناء مستوصف أو أن يعمل عمل خيري، أي نعم، بدعاء أو صدقة أو استغفار. فلنا أن نستغفر لبعضنا البعض، لنا أن نطلب المغفرة لآبائنا وأمهاتنا، أو ثواب حج فلنا أن نحج عن آبائنا وأمهاتنا الذين لم يؤدوا هذا الواجب، أو قراءة قرآن تصل إلى بعض أقاربه أو غيرهم، فلنا أن نقرأ القرآن، لنا أن نحج عن أمواتنا، لنا أن نستغفر لهم، لنا أن ندعو لهم بالرحمة وأن يرحمنا سبحانه وتعالى معهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.